فايه مكتوب ايه ما بين قوسين input. ايه هي الانبوت دي؟ الانبوت دي معناها ان هو اليوزر هو اللي هيدخل الفاريبل ده بيساوي ايه. يعني طبعا انا مش هكتب له احط الفاريبل نمبر هيساوي كام، لان هو دي حاجات بقى ايه احنا اللي بنشوفها بس، ماشي. فايه مكتوب input بعدين فتح قوسين تانيين دبل كوتيشن عشان ايه يبقى تايب، افهم الكمبيوتر ان ده تايب حاجه بنكتبها، بعدين مكتوب انتر ذا نمبر، ماشي. فليه انا كتبت له انتر ذا نمبر؟ عشان يدخل الرقم اللي هو عايز يحوله لدولار. بعدين ايه كاتب انا هنا كرنسي، كرنسي بمعنى عمله، ماشي ماشي. فهو مكتوب ايه السي ار عشان يعني عشان نضمن ان هو هيدخل كتابه حاجه بتتكتب مش فلوت ولا حاجه تانية غيرها. ف ايه فبعدها مكتوب input زي الكود اللي فات بالظبط، ماشي. ايه ان هو اليوزر برضه هو اللي هيقرر الفاريبل ده هيساوي ايه. طب طالما الفاريبل ده هيساوي ايه، طب هو ايه المكتوب هنا؟ انتر ذا نمبر هو الفاريبل اللي متخصص فيه صح؟ لا لا، احنا بنقول له يدخل ايه عشان اليوزر يفهم، ماشي. فا ايه مكتوب هنا انتر ذا كرنسي تو كونفرت تو دولارز، ماشي. بمعنى حط العملة اللي انت عايز تحولها لدولار، ماشي. فا ايه هنا عندنا هاش زي ما قلنا، اي حاجة بتبدأ بهاش غير مسموح للكمبيوتر ان هو يقرأ، ماشي. فا ايه مكتوب هنا conditions، conditions بمعنى شروط. يعني لو هقول له لو دخل مثلا لو دخل لو قرر الفاريبل يبقى اسمه كذا يعمل ايه بالظبط، ماشي. فاحنا ايه مكتوب هنا if currency هو قرر ان هو يخليها ايه بالظبط يساوي equal دي بمعنى ان هو ايه نخليها equal مرتين. ليه نخليها equal مرتين؟ عشان